لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا رحمة الله الواسعة، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا، ومسلوب الإمامة والرداء يا سيد الشهداء، غريم يا مظلوم كربلاء، يمحي الزوار يا أبو علي، من سعى في ظلمها من راعها، من على فاطمة الزهراء جاء غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الإنس والجن مزارا، طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب فيها، والجدار ومن النار بها ينجو الورى، من على أعتابها أضرم نارا، والنبي المصطفى كم جاءها يطلبان إذن من الزهراء
مرارا وعليها هجم القوم ولا تكلست لا وعليها الخمار لست أنساها ويا لهفي لها مذ وراء الباب لاذت كي توارى فاتك الرجس على الباب ولا تسأل عما جرى ثم وصار لا تسألني كيف ردوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار والجدار واسأل اللؤلؤ قرطيها لمن تثرت والعين لم تشكو احمرارا وهل البسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا يحامل جار بيك الشصار للزهرة ما تحميها تبكي وتشتكي وتسمع مواجيها وشكاويها للزهرة ما تحميها يا ابو الحسنين بيك اش صار سيفك شلت حدوده يا فريت يا كرار يوم القوم جوليكم وجوا بابكم بالنار والزهرة تدافعهم ما تنغار يا واليها بيدها تدافعهم خوف وروح راح عنهم لوذت بالباب عصرها لما طاحت كسر ضلوعها وصاحت يا فضة وعاد تربط طاحت تصيح وتندهب فضة يا ابو الحسنين وانت تشوف ما رويت لهفتها وانت غوث كل ملهوف ردوا لك حاطوا بيك قعدوك بحبل مجتوب ما شفنا قبل يومك شيوخ قد راعيه تالي هالشجاني وزاد همي وزيد الغمي وارخص غالي دموعي واجرى مني
الجفن دمي يوم الصاحة الزهرة خلوا عن ابن عمي صاح الرجس يا خلفاد ولك بالصوت رد له رد ليها ولوعها كلكم غيارة كلكم سادة متتحملون رد ليها ولوعها وروعها وهي تنادي لفرع واشتكي لله كل اللي علي سادي يا خلو عن الكرار تروعون أولادي تبكي ويل عصا ويلو ويلو تتلوى على يده المن تشتكي الزهرة وين تروح الزهرة وجهت بوجهها إلى ناحية قبر رسول الله تقل من رحت يا زين المعاني ابن حنت مال البيت جاني إذا تتحمل جاني إيش سوى يا زهرة سطرني على عيوني وعماني ليلي من غبت ونعيش شالو جابه وحطب والبيت حرقه مويا وعلي علي بحبال قادو والله بعلي علي بحبال قادو وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها هذا الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه بيان لعظمة مقام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بل هي المرأة الاستثنائية يقول أحد السادة الأجلاء من العلماء حقيقة إن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام امرأة استثنائية استثنائية في جوهر وجودها استثنائية في عفتها وشرفها
استثنائية في مواقفها، استثنائية في إيمانها، في عبادتها، في أدوارها التي أدتها منذ صباها إلى أن فارقت الدنيا. إن الله سبحانه وتعالى أوجد رجالا هم من أهل الاستثناء، وقد ذكرهم في كتابه وبين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام استثنائية هؤلاء سواء في الخلق كآدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هو استثناء في خلقه، وكعيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بل نجد الاستثناء تارة في الرعاية الإلهية والحفظ لبعض هؤلاء من الأنبياء كرعاية الباري جل وعلا لنبيه الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. حالات استثنائية يستقرئها الإنسان من خلال القرآن، من خلال التاريخ، من خلال أحاديث أهل البيت. معروف أن الرعاية الإلهية تدخلت في هؤلاء، كما في الرجال استثناء كذلك في النساء استثناء. هناك استثناء في أمة الله مريم، هذه المرأة الطاهرة المقدسة كيف تقبلها الله جل وعلا بقبوله الحسن، كيف أنبتها نباتا حسنا، وكيف رعاها وأخلصها لأنها سيدة نساء عالمها. فكانت الفيوضات الإلهية عليها والكرامات في نزول الموائد عليها، وذاك النداء الرائع من الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا الاستثناء لهذه المرأة كون أنها سيدة نساء عالمها، فكيف بمن تكون سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ يشعل الإنسان وتلك مريم التي ذكرها القرآن، وهل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قرآن؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام الرسول صلى الله عليه وآله قرآن. فها هو يقول الرسول صلى الله عليه وآله وبما تواتر بين الفريقين مني: أوما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: أبا، وأين أنا من مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها، وأما أنت فسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. أفهمنا أم فهم رسول الله للقرآن؟ أش رسول الله صلى الله عليه وآله يفهم من القرآن: واصطفاك على نساء العالمين، يعني نساء عالمك، لا يتعدى ذلك إلى غير عالم مريم. لا نقول الزهراء سلام الله عليها، فإن الدربندي
يقول إن زينب سلام الله عليها أفضل من مريم وآسية، فكيف بالزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام لو وقفنا فقط على كلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فاطمة بضعة من هذه البضعية تعطي الأفضلية لأنها قطعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هي قالب منه. من يعرف مقام الزهراء؟ مقامها الاستثنائي إما أن نقف عليه من خلال العناية الإلهية في تكوين نطفتها كما جرى لبعض الأنبياء، وكما جرى لتكون نطفة عيسى ابن مريم، فإن مريم عليها السلام كان طعامها من الجنة كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا. الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام تكونت من ثمار الجنة ومن مياهها، فالزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام استثنائية في خلقها. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله كلما وضع فمه على نحرها أو وضع رأسه بين صدرها قال أشم منها رائحة الجنة، لا فقط في تكوين نطفتها. يعني هذا لما بلغت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام مرحلة من العمر تزوجت، بلغت 18 ربيعا والرسول صلى الله عليه وآله يشم منها رائحة الجنة، قال فاطمة حوراء إنسية. لما سألوا الرسول صلى الله عليه وآله وما معنى أن فاطمة حوراء إنسية، بيّن لذلك المجتمع أنها تكونت يعني نطفتها من ثمار الجنة، فلها خاصية استثنائية هذه للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. بل نعرف الاستثناء هنا حينما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هسه لا نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال رضا الله أو رضا فاطمة من رضا الله وسخط فاطمة من سخط الله، هذه مرتبة. أن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام بلغت مرحلة من الإيمان أنها تقدم ما يقدم الله، فترضى بما قشم الله، ترضى لما يرضيه وتسخط لما يسخطه. لا، هذا عكس ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله جل وعلا يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. هذه مرتبة استثنائية ما وردت إلا في شخصية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله فاطمة ملأها الله إيمانا من رأسها إلى مشاشها، فهي استثنائية في إيمانها، استثنائية في عبادتها، استثنائية في جهادها. كانت تؤدي دورا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاها استثناء أيضا، فقال فاطمة أم أبيها،
نعم إن القرآن أعطى ميزة لرسول الله صلى الله عليه وآله فشرف نساءه بهذه الميزة وأزواجه أمهاتهم، ذاك لحادث تاريخي لا لأفضلية. سنلتفت إلى هذا الأمر، لأن هناك بعض الصحابة انجازت التسمية كطلحة وغيره، والغريب هؤلاء من العشرة المبشرة بالجنة. يقول في موقف لأصحابه: لئن مات رسول الله صلى الله عليه وآله لننكحن أزواجه. بعد الكلمة الثانية شوية أعظم منها ما أريد أقولها. هذا واحد من الصحابة اللي بشروهم بالجنة، وهو يتحدث عن عرض رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات القاسية. فجاء القرآن حائلا فجعلهم أمهات للمؤمنين، بعد ما كو أحد ينكح أمه. لا ميزة، وإن كانت إشارة تشريفية لهؤلاء، لكن هذا التشريف ليس لامرأة واحدة، إنما هذا التشريف لجميع نساء رسول الله صلى الله عليه وآله مع تميز بعضهم. ولكن حينما نأتي إلى الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وآله: فاطمة أم أبيها. يعني اللي تكون أم أبيها تكون أم المجتمع كله. أخاف واحدة تشوف نفسها على الزهراء وتقول أنا أمك. إذا كنتن أمهات المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وآله يقول: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فإن الزهراء أم هؤلاء لأنها أم أبيها، أم رسول الله. سملتفت إلى هذا المعنى. يقول أحد العلماء الأجلاء من السادة، وهذا يعطي للزهراء ميزة وتشريف واستثناء ليس لأحد، يعني أن الحق يعرف من خلال فاطمة، وأن الباطل يعرف من خلال فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. فمن أراد السعادة والهناء فعليه بسلك درب فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا أمرنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهي أم المجتمع، وعلى المجتمع أن يرعاها، أن يبجلها، أن يحترمها. ولها استثناء من رسول الله صلى الله عليه وآله حينما فداها بنفسه فقال: فداك أبوك. هسه نحن لا نفدي الأبناء بالآباء، ما نقول إلى الولد فداك أبوك جدك، الولد هو اللي يقول للأب: أفديك بروحي وبأولادي. هذه القاعدة يا ولا. لكن الرسول صلى الله عليه وآله يظهر لنا قيمة الزهراء حقيقة، مقامها الشامخ العالي، فيفديها بنفسه. هذا يظهر لنا كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مقام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، الذي لا يمكن لأمثالنا أن نقف إلا على ساحلها، ساحل بحرها. ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا، ومن يعرف فاطمة إلا هؤلاء الثلاثة حقيقة: الله والرسول
وعليم عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الذي يستطيع أن يقف على كلام الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وهو يقول: نحن حجج الله عليكم وأمنا فاطمة حجة الله علينا. بل ما ورد عن الناحية المقدسة عن الحجة عجل الله تعالى فرجه: ولي بأمي الزهراء أسوة حسنة، يعني أنا أتأشى بالزهراء. إمام الحسن يقول أن الله جل وعلا يحتج علينا كما يحتج عليكم، يحتج عليكم بنا يعني بأقوالنا وأفعالنا، لابد أن تسيروا على خطانا. شلون تقف أن الله يحتج على أئمة أهل البيت بفاطمة، يعني أن تسيروا على درب فاطمة. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ما تكاملت نبوة نبي حتى يقر لفاطمة بالفضل. هسه من الذي يقر لفاطمة بالفضل؟ فلا تتكامل نبوته إلا إذا يعني يعرف فضلها ومقامها ويذعن لها ويقر لها بذلك. آدم فمن دونه؟ الرسول صلى الله عليه وآله يعطي هذا الاستثناء لفاطمة: يا فاطمة لولا علي ما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. استثناء للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. وعلى معرفتها، يقول الإمام الصادق سلام، وعلى معرفتها دارت القرون حقيقة، وهي استثناء في حجابها. تشوف لحجاب كحجاب الزهراء. الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام هي صاحبة الحجاب الحقيقي، ومن تعلم الناس العفة والشرف. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: ما خير للمرأة؟ فكروا. يقول أحدهم: فكروا، أهو المال أم الجمال أم غيره من الماديات الدنيوية؟ وإذا بالزهراء ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رسولا: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها. بس لا تفهم هذا المعنى بالمعنى الضيق. المرأة إذا ما كان لها حاجة أن تخرج ما يقدر يخرج، ما الحاجة لها أن تكلم الأجنبي أو أن ترى الأجنبي أو الأجنبي يراها في غير ضرورة أو حاجة. ولذلك لما يستأذن ابن مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وآله قامت الزهراء دخلت إلى الدار. لما خرج عادت الزهراء إلى أبيها سلام الله عليهما. الرسول أسألك، ما يدري ليش قامت الزهراء وليش رجعت عقب ما خرج؟ يدري بس ليش يسألها؟ يريد التاريخ يعرف، يريد التاريخ يتعلم من فاطمة: بني لماذا خرجت وهو أعمى؟ يعني ما يشوف. إن كان هو لا يبصر فأنا يعني ما لي حاجة أن أنظر إليه وهو يشم الريح. هسه بصره مأخوذ، لكن شنو يشم الريح؟ هذا زيادة في الشرف. ولا إذا خرجت، هذا المعنى اللي أظهر لنا التاريخ. يقول أحد العلماء الأفاضل من الإحساء: التاريخ يظهر لنا حقيقة حجاب فاطمة لما خرجت. لما تقول لي أن الزهراء قالت خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها في غير حاجة، لما اضطرت الحاجة للزهراء في خروجها الجهادي، هذا خروج جهاد تدافع عن الإمامة، قال: لاثت خمارها تجلببت بجلبابها، خرجت في لمة من نسائها تطأ ذيولها.
صيغة مبالغة في الحجاب، أخذت حجابها ولاثت خمارها، وهم إضافة أن هناك لمة من النساء، يعني حائط من النساء كالدائرة على الزهراء من كل مكان، وهي مع ذلك لها فضل من حجابها تطأ ذيولها، يعني تمشي على ثيابها وقت تمشي. شنو هو؟ يعرف شنو حجاب الزهراء؟ شلون أنها استثناء في هذا الباب، خرجت وألقت تلك الخطبة تطالب بحق علي، وما استكانت فكانت تخرج تدور على البيوتات، تروح البيوتات تطرق الأبواب بابا بابا على الأنصار والمهاجرين تطلب نصرة أمير المؤمنين. أما هي فقد جاهدت جاهدت ما عليها أدته الزهرة، ما استكنت. بلى أيها المؤمن، وفي سبيل هذا نالها ما نالها، عرف في سبيل هذا، تسمع أن الزهرة لطمت على عينها في سبيل الدفاع عن الإمامة وعن أمير المؤمنين، كسروا أضلاعها في سبيل الدفاع عن الإمامة، أسقطت جنينها، رفست، نهب الكتاب من يدها في سبيل ذلك، بقيت على علتها بعد والدها. لما ورد القوم على باب دارها ووضعوا الحطب على باب بيته، ورأت الدخان يعلو، جاءت ونادت: أحرج عليكم دخول داري. قالوا: يا فاطمة، أين علي؟ لماذا أوردك الجواب؟ توارى خلف الحجاب، فليخرج ويبايع، وإلا أضرمنا الدار نارا. جاءت وقفت خلف الباب وهي تنادي: لأشكون إلى أبي، ما فعلتم بي؟ بانت أناملها من شقوق الباب. يا مؤمن يا موالي، نادى بالصوت، ألمها على أناملها: يا زهرة، تخليت عن الباب والتجأت إلى الجدار. يقول ذلك اللعين: تكأ على الجدار، رفس الباب برجله، يقول: أطلت علي بنور يغشي البصر، كأن الشمس في رابعة النهار، تذكرت محمد وسحره، رفعت يدي لطمتها على عيني. يا الله، رفس الباب فأنبت المسمار في صدرها، حتى تكسرت أضلاعها، وسقط المحسن يخور في دمه. لذت بالباب لكن ما علي حجاب. الله الله، يا مؤمن يا غيور، لذت بالباب
لكن ما علي حجاب حسبي الرجس من الذي دخل في الباب صرني وهش مضلوعي وصدر انعاب كسر ضلعي وجنيني آيست منه يا أبا كسر ضلعي وجنيني آيست منه وصاحت يا فضة صدري ينعم والله الزهراء ليش ما نادت أمير المؤمنين لأن تدري تراعي شعور أمير المؤمنين ما تريد يشوف جنين يتعفر على الأغتاد تشوف دماء المخاض ولذلك أرادت امرأة ترعاها صاحت يا فضة صدري ينعاد ومحسن سقيت يا معتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوع الدم يا أبا يسيل من الصدر وضلوع الدم ويلي الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب يا الباب ذهلوا لا بقت الأفكار يا الباب أردن شدك وين محسن سقاب يا الباب بيوم العسرة والزهرة الزكية يا باب يوم العسرة والزهرة يا الزكية هالوادم هالوادم بلا مذهب بلا دين بلا دين على بيت النبي هجمام بلادين بلادين والزهرة تدافعها بليدين من قادة وعلي حامل حمية يا أبا من قادة وعلي حمية الحمية جاءت إليها فضة تقلها فضة أين علي ما سمع استصراخي واستغاثتي قالت سيدتي خرجوا بها به ملببا قالت فضة أين قميص رسول الله نسيت آلام المخاض آلام شديدة الزهراء نسيتها نسيت محسنا وضعت القميص على رأسها خرجت تتكئ على الحسن والحسين ويد على قميص رسول الله وهي تنادي خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجاني نادى ذلك اللعين يا قنفذ عد إليها بالصوت والله هذا الموقف يألم قلب الإمام الرضا لأنه رآه أحد فقال له إذا ذكرتم مصيبة الزهراء اذكروا هذا الموقف واذكروا هذه الأبيات المعينة سيدي ما هذه الأبيات خل نسمعها على لسان الإمام الرضا يقول الزهراء لما رأت الصياط توجهت إلى قبر أبيها تقول لأبوه يا أمر على عبد ضربني
ضر ابني وي 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 ضر ابني امر على عبد ضرب ومن ضربته للقمع ذبني ولا انكسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني وانا ريحت يا ياب عني وتشوف قوم المرمرتني الكسرة وضلوعي وسايا قطيتني لما رأى علي نادى سلمان أدرك البضعة كلها إن أباك بعث رحمة لا تكوني على القوم نقم قالت سلمان كسروا ضلوعي فصبايات أسقطوني جنيني فصبايات لا تمو عيني فصبر الآن يريد أن يتم عيالي فما عن علي صبرا أنا لا تلومني لا هاجة أحزاني يا سلمو كأنك ما تدري بالذي فعلت العدوى من لي خدوا حقي ولا راعوا الوصية وهجموا علي داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبراته جريه وينظر بعين ابنه وجهه النير لا تلومني ضلع انكسر بالباب قهوه ما قصروا بينا عديمي هالمرو جلك ما تدري هالعبد بيا سوا سقطني المحسن وخلى الجسد نحلة جسم انتحل من ضربة المسمار صدري واللطمة عيوني وداخل بها يدري وكل ما جرت نكبة علي يزداد صبري وكظمت غيظي والقلب مملي بالأحزان أنا بس عاينت حيدار ملبى بقايدينا وسمعت حس الحسن يندب راحبه غصب علي طلعت خافي يذبحونا تتيتم اولادي عقب فارس الفرس ضليت ادافعهم وظنت يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الرجس والرم امتوني قصدي ابد شكواي للواحد الديان وما برحت مهضومة ذات علة يؤرقها البلوى وظالمها مغفي يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين فرج عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلوى عنا
وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم من على مرضانا وجرحانا بالشفاء العاجل يا كريم. اللهم فك عن كل أسير، وفرج عن المكروبين والمسجونين، لا سيما الشيخ علي، فرج عنه وعن جميع